السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. بالنسبة للفيديو اليوم غادي تشوفوا معايا جليبات بخدمة المعلم وكذلك بالطرز، وكذلك جليبات كيجوا بالطرز وبالتنبات. فكما كتشوفوا معايا هاد العام هذا اللي دارت في الموضة هو جليبات دوبياس. فكما كتشوفوا معايا في هذا الموديل هذا اللي كيجي غزال ما شاء الله، كتجي واحد لاكوب مخزنيه، واحد الخدمه اللي هي زوينه ما شاء الله. كما كتشوفوا معايا جايه براند سامبل، وعندنا خدمه تنفف اليدين كما كتشوفوا معايا، فهي طريصه سامبل واللوينات غزالين ما شاء الله. وبالنسبه لهاد البيسه هذه كما كتشوفوها معايا فهي جايه غزاله ما شاء الله. عندنا واحد لاكوب ليه عاديه، عندنا هنايا طريزات في الصدر، وجايه طريزات هنايا في اليدين، جايه عندنا هنا عندنا هنايا جلابه دو بيس فكما كتشوفوها معايا، عندنا الافتحات، فجايين هنايا واحد التناسق ديال اللوينات ليه غزاله ما شاء الله. عندنا هنايا العقيده في السطوق، عندنا الضريصه اللي هي سامبل في اليدين، فما شاء الله جايه غزاله كتحمق فكما كتشوفوها معايا. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر الجلابه كيفاش مخدومه كيفاش ملبوسه. وبالنسبه لهاد الجلابه هذه فكما كتشوفوها معايا جايه حتى هي ما شاء الله فنه، اللوينات غزالين، وجايه فقط بالطرز في اليدين، وجايه ما شاء الله فنه. والعقيدات كما كتشوفوهم معايا السطوق، واحد لاكوب لي زوينه مخزنيه، اللوين غزال ما شاء الله. كذلك كاين واحد التناسق هنا ديال الالوان اللي هو ما شاء الله فنه غزال كيحمق. وفي هاد اللبسه هذه حتى هي كذلك كما كتشوفوها معايا فهي جايه غزاله ما شاء الله. كما كتشوفوا معايا اللوينات، الطريقه ديال الخدمه ديالها جايه غزاله كتحمق. فكما كتشوفوها معايا لاكوب ديالها عاديه، والخدمه عندنا الخدمه في الصدر والخدمه في اليدين، عندنا واحد الطريصه اللي هي سامبل فعند اليدين وفي القبيب كذلك. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا فهنا الجلابه كتجي بالقميص ديالها مطروز في اليدين وعند الصدر كذلك، وعندنا واحد الطريصه اللي هي سامبل غزاله، اللوينات كذلك ما شاء الله غزالين، كاين واحد التناسق ديال الالوان اللي هو رائع كما كتشوفوه معايا. عندنا هنايا الراندا، وعندنا هنايا كريب باندا غليظه كما كتشوفوها معايا هنايا، واحد لوين غزال. وندوزو لهذا الموديل هذا اللي هو جاي غزال ما شاء الله، كيبان فن كيحمق انتوما. فهنا الصوره هنا كتقربكم اكثر للموديل كيفاش مخدوم، هنايا اللون في اللون ولاكوب مخزنيه، فكتجي غزاله ما شاء الله، واحد الخدمه اللي هي غزاله كتحمق صراحه فنه. جايب القميص ديالها غزال. وكذلك هنايا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاحمر مع اللون الاسود، كاين هنا واحد التناسق ديال الالوان اللي هو غزال، واحد لاكوب اللي هي مخزنيه، عندنا هنايا جليبه اللي هي سامبل ولكن اللبسه ديالها جايه كتحمق ما شاء الله. هنا كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون. فهنا كنحاول نقربكم الموديل كيفاش مخدوم، شوف الطريقه معايا فهي غزاله. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا حتى هو جاي غزال ما شاء الله. شوفوا معايا الخدمه ديال هذا الموديل هذا اللي كيجي غزال، فهو كيحمق. جات الخدمه هنايا في عندنا في الصدر وفي اليدين، واللوينات متناسقين ما شاء الله، فهي غزاله كتحمق. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا كيجي غزال، شوفوا معايا واحد الخدمه اللي هي مختلفه وجايه غزاله ما شاء الله في الصدر.
كيما كتشوفوا معايا واحد لاكوب اللي هي عاديه، ولكن الخدمه ديالها زوينه ما شاء الله. فانا كيبقى الاختلاف فقط في اللون. وهذا موديل اخر بالنسبه لهذا الموديل، هذا تهوي تهو كيجي غزال ما شاء الله. هو جلابته هو دو بيس، جايه بهن عن براندا اللي هي سامبل. وهنايا كريب باندا غليظة كي كيجي غزال ما شاء الله. وهذا موديل اخر بالنسبه للتنباس، فكما كتشوفوا معايا هذه الخديمه هذه جايه ما شاء الله فنه، كتحمق زوينه. فكما كتشوفوها معايا هنايا جايه في عند الصدر فوق وفي اليدين. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوا معايا هاد الجيب كي جات كتحمق، واحد الخدمه فيها اللي هي فيها نبات رائعه كما كتشوفوها معايا. واحد لاكوب اللي هي عاديه، واحد اللوين غزال ما شاء الله. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا جاي دو بياس، وهنا خدمه المعلم حاضره في هذه الجلابه هذه. فكما كتشوفوها معايا جاي غزال ما شاء الله. وحنا هنا تناسق ديال اللوينات اللي هي جايه تاي غزال ما شاء الله. فهاد العام هذا اللي دار فهاد السنه هذه هو جلابات دو بياس. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر اعجاب. فكما كتشوفوا معايا هاد الخديمه هذه كي جايه غزاله ما شاء الله كتحمق. وبالنسبه لهاد الجلبه هذه فكما كتشوفوها معايا جايه راقيه ما شاء الله. شوفوا الخديمه ديالها، فهي اللون في اللون، وخدمه ديال المعلم هنا في الصدر ديالها وفي القميص كذلك. فكما كتشوفوها معايا جايه غزاله ما شاء الله. وبالنسبه للسيدات العاشقات اللون الاسود كذلك والتنبات، شوفوا كتشوفوا معايا هاد اللبسه هادي اللي جايه غزاله هي كذلك. واحد الموديل اللي هو غزال. ومعنا موديل اخر اللي جاب بتنبات كذلك وبالخدمة المعلم، فكما كتشوفوا معايا واحد الموديل اللي هو غزال ما شاء الله. وبالنسبة لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا فهو جاي خد لبسة جلبة دو بيس، فكما كتشوفوها معايا براندا والدريسة اللي هي سامبل. وهذا اللون كذلك كما كتشوفوه معايا في الصوره، هنا كتقربكم اكثر للجلابه، كتقربكم اكثر للخديمه كيفاش مخدومه. ونمشيو لهذا الموديل هذا، حتى هو كيجي غزال ما شاء الله. واحد الخديمه فيه، عندنا لاكوب مخزنيه حتى هي غزال ما شاء الله. فكما كتشوفوها معايا كي جات في البيسه راقيه، هنا كنتمنى الفيديو يعجبكم. هنا الصوره هنا كتقربكم اكثر للجلابه كيفاش مخدومه، اللوينات كذلك، عندنا واحد التناسق ديال الالوان اللي هو رائع. وبالنسبه لهذا الفيديو هذا فقط هو تعليمي بالنسبه للناس اللي كيتعلموا التنبات. فكنتمنى يعجبكم الفيديو، فإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر اعجاب. مازال في اخر الفيديو عندنا واحد الرشمه بالتطبيق ديالها بالنسبه للمبتدئات اللي كيبغيو بحال كرشمات والتطبيق ديالهم. فكنتمنى يعجبكم الفيديو.